ضمان محل إقامتهم. اتكلوا على الله. روح يا شيخ، ربنا يخليك. ربنا ما يوقعك في ضيقة أبدا يا سعادة البيه. أنت رجل، أنت رجل والرجال قليل. إحنا لازم نتجوز. الشبكة والمهر عليكم، والنجف والمطبخ والستاير، ده غير الملبس والشربات. الله، ده إيه يا ولية؟ ده تعجيز بقى. الله، مش ابنك بيشتغل في المينا؟ ده غير ريع الدكان. ده قر بقى قر يا أختي. طب ما بنتك موظفة وبتقبض قد كده غير شغلها في المدرسة. قولوا بقى انكم باصين لفلوس البنت، ناقص كمان انها تصرف على البيت. وما تصرفش ليه يا حبيبتي؟ مش كفاية ابني هيلمها بعد ما دارت معاها ايام وليالي؟ يلمها منين يا حسرة؟ مش لما الاقي شقة الاول. والشقة لازمتها ايه يا غنايا؟ ما بيته مفتوح. اظن ما هتسكن معاكي. ايه؟ هو انا حاجة. فين البيرة؟ ابخيت. ايوه بيرة هنا. خمسة بيرة. لم لسانك يا عزيزة. يا اختي لموا بنتكم الاول. خلاص بقى مدى عزيزة. اسكتي بقى يا مرات ابويا. يعني انت ارضيك الولية دي تطول لسانها عليا؟ معلش معلش استحملي عشان خاطر انا. نعم تستحملي. ده يا عمر. عمر زي بعض ده هتردعلي. ملناش دعوة احنا يا بخيت. ايه يا اختي ايه؟ مش عايزاه يدافع عن امه؟ اشترطيه من دلوقتي؟ لا 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 بلاش كده. ايه؟ بلاش شغل الحموات ده معايا بلاش. نعم انت سكت لها بخيت؟ اضربها بالقلم قالت الادب اللي ما اترباتش دي. يلطش مين يا وليه يا مجنونه انت؟ انا مجنونه يا بنتان مجنونه. يكفي بس المهم الشمس والهواء. ودي ايجارها قد ايه؟ ده عشان خاطر كنتوا بقى ايجارها 250 جنيه في الشهر غير الخلو. 250 جنيه غير الخلو. ايوه. انا بقول بقى ناجل حكايه الشمس والهواء دي لبعدين ونشوف مكان يسترنا لغايه ما ربنا يسهلها. هو مضروم بس دمه خفيف. اتفضلوا اتفضلوا. هو احنا لسه هننزل اكتر من كده؟ احنا عايزين شقه مش تربه يا معلم. تربه ايه؟ طلع اللي هيشفع فيك وانت تقدر على ثمن التربه. اي اي سلامتك من قولت اي يا حبيبتي. انا بخاف قوي من الضلمه يا بخيت. خافي ازاي وانا جنبيكي؟ يا مش هتسيبني ابدا. سيبك عمري ما هسيبك. فين الكنيف؟ فين الأوضة؟ فين؟ شوف بقى الحكاية بسيطة قوي. هم بتوع المجاري هيجوا ينزحوا الطفح ده وكل شيء يبقى تمام. رأيكم بقى عجبتكم الشقة؟
في ايه؟ هي معاك الكومش ولا ايه؟ انا بقول بقى نأجل حكايه الجواز دي كلها لغايه الظروف ما تتعدل. لو هنستنى لغايه ما الظروف تتعدل يبقى مش هنتجوز ابدا. سيرها طفرة موت يا حمار. انتخبوا الراجل الحر، انتخبوا رجل المبادئ، صاحب المبادئ انتخبوه. الراجل الحر، انتخبوا الراجل الحر، انتخبوا الراجل الحر، رجل المبادئ. ما وراهمش غير النكد. العيب في الظروف اللي بتخلي الشرفة اللي زينا مش عارفين يعيشوا. لو انت صادقه، العيب فينا احنا اللي ما بنحاولش نغير ظروفنا. عرفت يا ادروات ان 18 الشهر الجاي اجازه. اشمعنى؟ انتخابات مجلس الشعب وهيعملوا هنا في المدرسه لجنه. انا عمري في حياتي ما انتخبت. يبقى ما تلوميش الظروف بقى، احنا اللي سلبيين بنضيع حقنا وبعدين نرجع نشتكي. ما عندناش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. اللي انا مش فاهمان ايه يخلي الناس تستربع على طول هنلبس الشعب عشان الحصانه يا حبيبتي. لا يا حبيبتي، مش الحصانه وبس، اللي بيخش المجلس بتبقى امه دعيان، مركز قباها وقيمه وسيمه، ده غير بقى الشقق والعربيات والامتيازات اللي بالهبل. هو ايه الشروط اللي بيطلبوها عشان الواحد يرشح نفسه؟ حضره الوكيله استاذ عجيله، اعلان المحكمه ده جالك. عندي جلسة أداب الأسبوع الجاي. أنا مضطرة أخطر مدير المنطقة التعليمية واعتبر لنفسك موقوفة عن العمل لحد ما تخلص الحكاية دي. بقول لك إيه يا عم مقصود؟ تعالى بيومي، أنا عايز أكلمكم في موضوع. هل ممكن نعمل جمعية مع بعض؟ بس أنا بصراحة داخل على جواز، فيهاش حاجة أعلى من ساعد بعض. ألف مبروك يا بخيت. ربنا يكرم، ربنا يكرم يا رب. ماشي تخش معايا جمعية خميس؟ جمعية؟ بقى بتشتغل في المخازن ومش عارف تدبر حالك؟ قصدك إيه؟ أصحيح، ما أنت شلح. إيه شلح دي؟ يعني عصفور. بقولك إيه، ما بحبش الترسين. مالها المخازن؟ فيها حاجة؟ فيها وفيها وفيها، آخر حلبسة. حلبسة؟ آه، نهر وشفط وتبديد. انا تحت ايدي مستندات وزون صرف وتقارير استلام وبضاعه داخله وبضاعه رايحه وبضاعه جايه وبضاعه واقفه وبضاعه نايمه. هتقريبا كل بضاعه جديده تيجي يمضوني ويوزعوني، وانا فرحان قوي عشان بزوغ وباخد اوفر تايم. هش، وطي صوتك. وطي صوتك ليه؟ هو انا اللي بسرق؟ انا كده طمنت لك يا رفيق. رفيق مين؟ انت. انا مش برافق حد. انت رفيق يعني زميل. انت متاكد؟ ايوه جدع. اوعى تكون في حاجه.